مبدئيا لست راضي على نوعية الأشغال وعلى تقدم الورشات فيما يخص راطراباش تاع الوقت. هذا ممكن الواحد يتحكم فيه، ولكن نوعية الأشغال هي اللي تجعلني دائما غير راضي، وخاصة أن الأمر يتعلق بمشروع عمومي موجه لفئة اجتماعية هشة، ليس بالإمكان أنها تتحمل رداءات الأشغال وتعيدها من جديد. على الأساس خذينا قرار، أولا توقيف مقاومة الأشغال لمشروع 300 وفسخ الصفقة معه. بالنسبة للمشروع الذي أمامنا، تم الإعاز بتشكيل لجنة لمراقبة النوعية واتخاذ ما يلزم الإجراءات حتى ولو اقتضى الأمر تحويل الملف للعدالة بسبب الغش في الإنجاز، سواء تعلق الأمر بمقاومة الإنجاز أو بمكتب الدراسات أو حتى برئيس المشروع. فيما يتعلق بباقي المشاريع، أقول بأن النتيجة مرضية نوعا ما، ونأمل توزيع حصة معتبرة لفائدة ساكنة سعيدة. ستناهز بحول الله حوالي 1000 سكن ما بين اجتماعي وترقوي مدعم. هذا هو الأساس في بلايه بإذن الله. لو لتوفيق بعض المقاولات يعني ما كانش اقتراضي عليها، اللي ما يخلقش نوعا ما يعني شويه رطار، خاصة أنه نعاودوا يعني كل شيء جديد أو تكميل المشروع. شوف، هو القرار في حد ذاته بتعريفه هو المفاضلة بين البدائل. أيهما أفضل، الاستمرار بنوعية رديئة أم توقف الأشغال وإعادة النظر فيها وإعادة بعثها من جديد بنوعية جيدة؟ نحن نفضل أننا نتأخر في الإنجاز وأن نستدرك الأخطاء عوضا عن تسليم مشروع لفائدة الساكنة بنوعية رديئة. هي مدعاة للغضب وللضحك ولأشياء أخرى. طبعا طبعا احنا أخذنا قرارات متعلقة بمشروع سيدي أحمد، الملف حوي الى العداله، واذا اقتضى الامر باقي المشاريع وين لاحظنا فيها نوعيه تاع اشغال رديئه او حاله غش ستتم بنفس المعالجه، يعني تحويل الملف الى العداله قضائيه. طبعا طبعا، وهذا يعني مقاربه نتقاسمها مع السيد وزير السكن اللي يرافقنا يوميا من حيث الاستفسار على نوعيه الاشغال والتاكيد على ان تكون انجازات القطاع ذات نوعية تكون لفائدة الساكنة وتكون أيضا مفخرة للقطاع وللولاية. نسارع خطى لإعادة بعث المشروع القديم المتمثل في 3000 سكن من بين 2500 للإعلان عن مناقصة سيتم في الأيام القليلة القادمة، وحتى الإعلان في حد ذاته سنطلب متواجد حاليا على مستوى الوكالة الوطني للنشر والإشهار. بالنسبة ل 500 سكن اللي هي برنامج 2022، انتهينا من الجزء الأول الخاص بدراسات التقنية وسنعلن عن الانطلاق. سيتم الإعلان عن انطلاق كافة المشروع 3000 سكن في الثلث الأول من سنة 2023 على مستوى انتظار الوحدات. هذا على مستوى دائرة إيه؟ على مستوى الولاية. ولاية 3000 سكن في الثلث الأول إن شاء الله، في انتظار حصة جديدة. المواطن السعودي ينتظر يعني تقسيم السكنات، هل يعني بامكانك ان تضرب له موعدا، خاصه وانك ضربت موعد 18 فبراير يعني اخر اجال لبعض المقاولات المتاخره، هل تضرب المواطن السعودي؟ لا زلت عند وعدي. 800 حوالي 800 سكن اجتماعي وحوالي 200 او اكثر من 200 يعني تقريبا 1000 سكن للصعيده. اذا كان ممكن كنت يعني خطوا قرار يعني باش السكن الاجتماعي ياخذ نصيب كبير هالخطره بارابور يعني البناءات او الهش اللي صحت. لا، احنا المقاربه تاعنا كل البرامج تمشي بكافه السياق، سواء اجتماعيه او ترقويه او مدعمه او سكن ريفي او الاعانات البناء الهش، كلها تمشي مع بعضها ان شاء الله. سنه 2023 ستكون سنه الانجازات، سنه النوعيه، وسنة الاستفادات المكثفة. الخلل هو في المتابعة وخاصة مكاتب الدراسات ورؤساء المشاريع، وسنواصل في اتخاذ الإجراءات الردعية لفائدة كل متقاعس.